تفيدنا غاية الاستفادة في الدورات التدريبية اللي مشينا ليها، المهارات اللي هي التفكير الناقد وحل المشكلات، الإبداع والخيال، وكم مهارة تانية استفدنا منها وعكسناها في مدارسنا على المعلمات وعلى التلميذات. اليوم تكلمت في مهارة الأسئلة المفتوحة اللي هي كان عبارة عن ديبيت نقاش و how to write composition about Sudan في السنين المقبلة according للحرية التغيير، وكانت فعالة جدا الحصة لأنه لقيت فيها يعني عملنا برين ستورم اللي هو العصف الذهني، كل البنات جابوا يعني أفكار جميلة رائعة والحمد لله.